بنت مصر في هذه الحلقة هي واحدة من الوجوه النسائية العربية المتميزة، الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، أستاذ علم الحضارة. الثقافة قوة، فهذه هي لغة الحوار. هل هذا المجتمع مجتمع عنصري كما يقال عنه؟ خليني أرد عليك بصراحة. الصورة التي تصدر عن مصر في هذه اللحظات صورة مغلوطة تماماً. أحكي لك وفضفض لك على اللي عملته فينا الدنيا. فاكر رمسيس جدك الكبير صاحب الموميا؟ ما في بني آدم أبيضاني ولا أسمراني إلا وتمنى قربه. ابن مصر غداً الساعة 10 مساءً على شاشة المحور.